وصلنا لغايه فين؟ الاولى ذا كايند اوف ريبرودكشن. تمام هنا ناخد ذا كايند اوف ريبرودكشن از يوز اونلي بتوين هايلي سيميلر بلانت سبيشيز ساتش از اورنج مع نارينج وابل مع بير. يعني مثلا عندك الاورنج والنارينج مع بعض الاثنين اللي هو ايه من انواع اللي هو البتر النارينج دي اللي هي البتر ايه البتر ايه اورنج اللي هو حاجه اسمها في مصر عندنا اسمها ارينجي او حاجه زي كده ارينجي حاجه زي كده لازم من نفس النوع يعني كل الاثنين متقاربين من بعض الاثنين يكونوا ايه متقاربين من بعض جدا خلاص. النبات مثلا نبات موالح مع نبات موالح مثلا مثلا كمثرى مثلا زي التفاح نفس النظام بس دي نوع ثمر ونوع ثمر بس الشجر نفسه يعني فاهم لازم يكون من نفس ايه يكون متقاربين خالص في النوع مع بعض مش بس ايه مع بعض خلاص. ما ينفعش تفاحه مثلا مع موزه كده لا التفاح قصدي التفاح مع الاورنج ما ينفعش. استاذ حمامه هيدخل اهو ايه حمامه هيدخل اهو احمد وسام هلا احمد وسام خلاص دخل لسه ما دخلش عنده سنة خلاص بنكمل احنا بعد كده وبعدين بقى ايه نشوف النظام خلاص تمام. احنا عرفنا لازم ايه يكون ايه النباتات عندي لازم تكون ايه لازم تكون متقاربين من بعض تمام. يبقى لازم برضه سألت قلت لك الاورنج مع الابل ينفع بيحصل بينهم اللي هو جرافتنج مثلا البرودكشن لا يكون مثلا انت ايه خطا الصح مثلا اوريدي مع الرينج قبل مع البيز البيشز مع ايه ابو ايه ابروكس خلاص تمام ماشي. جيفريزون هنا عندك سبب جيفريزون بيقول لك ايه ذا البرودكشن باي جرافتنج كان نوت بي occurred between orange and beaches lake because this kind of reproduction is used only between highly similar plant species. لازم يكون highly similar plant species. خلاص؟ طبعا الحاجة ديت معايا خلاص. هنا بيقول لك هنا في اخر نوع عندي اللي هو التيشو ايه كالتشر زراعه ايه النسيج او حاجه زي كده بناخد حاجه زي بيكون نظام جزء صغير خالص من النبات بحطه معين في بيئه معينه لغايه ما يطلع لي نبات جديد عندي خلاص. مثلا بعمل ايه بعمل فص بعمل نسيج معين كده باخده من قمته كده او من اول الصك معين عندي خلاص بعد كده بحطه في وسط مناسب بيحتوي على بتلاقيه عندك هنا بيحتوي على نيوترينتس اند هرمونز خلاص. وبعد كده النبات الجديد عندي بخليه ينمو حتى يصل الى ايه؟ تل سيرتن حجم معين او ما يبدا يطلع عندي. بعد كده بعمل ايه؟ بنقل التربه بعمل عمليه نقل التربه خلاص ترانسفير تو سويل تو جرو ايه نورمالي. يبقى هنا التشوي كارتشر ده عباره عن عمليه بروسيس اوف مالتبلاين ا سمول بارت اوف ابلانت تو جيت ايه ميني ايدنتيكال بارتس. يعني باخد عمليه بستخدم فيها بعمل فيها طريقه حصول على الحصول من جزء صغير خالص من احد النباتات على اعداد كبيره منه ايه كبيره اعداد كبيره تمام. هنا تمام هنا خلاص دخلت هنا خلاص وصلت انا دخلت خلاص كده تمام تمام هنا خلاص قلنا البروسيس اوف مالتبلاين ا سمول بارت اوف بلانت تو جيت ميني ايدنتيكال بارت. يقول لك احنا هنا ذا تيشو سيبريتد فروم ذا ابر بارت اوف ذا ستيم. ابر بارت اوف ايه ذا ستيم
تمام تمام خلاص. بيقول لك انا تيشو اس جلاس بعد ما خلاص خدنا جزء من اعلى منه وقلنا خلاص هناخد اتنين من فصل نسيج معين من قمه الساق عنده، هناخد ايه ونحط تيشو هنا في مكان معين في بيئه خلاص بتحتوي على نيوترينتس اند هرمونز. بيقول لك تيشو اس بليز ان ميديم في بيئه مغذيه ليه تحتوي على نيوترينتس ايه وهرمونات عشان خاطر اقدر اطلع النبات ده احسن ويكون صحته احسن وان ايه يكون طالع سليم يعتبر 100% يعني في الزراعه بتاعته. وبعد كده بيكون يعني تربه كانه يعني بحطه في وسط كانه زي التربه يعني، ما احطوش مثلا في وسط كده اي كلام، لا بحطه في وسط كانه يعني نفسه يعني مثلا ممكن شويه قطن كده بعملهم معين، بس بحط في القطن ده معين بحط فيه مواد غذائيه وحاجات زيها زي ايه الصويل عندي. بعد كده بيتكون عندي نيو بلانت ستارت، عندك اللي هو النبات الجديد ده بيتكون عندي بيبدا ايه انه ينمو حتى حجم معين زي كده زي اللي في الصوره عندي خلاص. وبعد كده ذا نيو بلانت از زين ترانسفير تو ذا سويل تو جرو ايه نورمال عشان خاطر ايه ينمو ايه بطبيعه. خلاص خلصنا كده الجزء ديت. ونقول لك بريزون تيشو كراتشر از كونسيدرد فروم از امبورتنت مودرن واي تو انكريز كروبس عشان خاطر ازود بقى المحاصيل. بقى دي طريقه جديده عشان خاطر اعمل بقى زياده للمحاصيل عندي ازاي؟ because it is a process of multiplying a small part of plant to get many identical plants. يقول لك عشان خاطر ان هي عمليه بعمل فيها اذا اكون يعني تنوع وبكتر فيها من ايه بنتج اعداد كبيره من جزء صغير جدا من النبات ده. كنا عندي مثلا عندي نبات معين اخذت اجزاء كثيره منه قسمته لما انا اخد حته تطلع شجره بعد كده شجره لا باخد ايه حتت كتيره منه بعد كده ببدا احطها في ميديوم نيوتريتيف ميديوم معين بيحتوي عندي نيوترينتس اند هرمون. بعد كده النيو بلانت ده بيبدا ينمو عنده بحجم معين كده اخده امله في التربه ويروح يتحول عندي ينمو بقى طبيعيه مثلا يعمل جروير نورمالي. عشان كده بعمل بيه يعتبر من مهم جدا في الطرق الحديثه من حيث ايه انكريز ايه الكروبس خلاص من حيث ايه اللي هو بقى انبيات زياده ايه لما حصل خلاص. تمام الجزء دي تمام كده دي الريفيجن معين على الكتاب. كده المره الجايه ناخد ايه خلاص انا اخد المره الجايه اللي هي ريبرودكشن ان ايه الدرس الاخير خلاص حضروا برضه معايا كده والمره الجايه بننزل نبدا ونخلص نحل على الدرس ده ولا ونخش على طول في اللي بعده تيجوا امتى يعني بكره ولا الحصة الجاية؟ معرفش الحصة الجاية نحل على الدرس ده؟ خلاص ماشي عادي نحل عادي خلاص المرة الجاية نشوف الكود بس هذكره وحضره اللي بعده ان شاء الله على حسب ما انا جبت ظبطت اسئلة وكده نحل عليها. حتى ممكن نجيب اسئلة اختيارات صح خطأ وكده تبقى سهلة الإجابة على طول يعني او نبدأ في الدرس الجاي خلاص؟ ماشي تمام؟ تمام كله موجود عبد الله موجود كله موجود كله تمام؟ ايه ابو غالي مش موجود بس قسطاوي وما فيش غير انا وابو الصحاب تمام خلاص تمام كده انا هبلغ عبد الله 1 و7